هالقلوب وتهب عليها النسمة والقسوة تذوب وتغلب عليها الرحمة لو تحل قلوب وتهب عليها النسمة والقسوة تذوب وتغلب عليها الرحمة لو تجمعنا لدروب نرضى واحنا بالقسمة ننسى وقع العيوب وتدوم علينا النعمة مهما الدنيا قسى شايف يا مادك ظلمة الخير عمره ما مات بعد الشد تعود البسمة مهما الدنيا قسى شايف يا ماتك ظلمة الخير عمره ما مات بعد الشدة تعود البسمة ما ناس ما الدنيا مشى كانت في حياتها مشتاقة اللقمة عند ربي دخلت جنة دمت الخير يا لو كان بالكلمة مشاهدينا الأكارم مرحبا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من التجربة الاجتماعية ما تخطيش راسي. يقول القائل لو كان الفقر رجلا لقتلته، وعلى هذا الأساس حبينا نقيس ردة فعل الجزائريين لو شافوا امرأة فقيرة تعجز عن سد رغبات ابنتها، وهذا عند الجزارة. تابعوا معنا. ربيعة والطفلة نور ممثلتين في حلقة اليوم من التجربة الاجتماعية ما تخطيش راسي، وطلبنا منهم يمثلوا لنا موقف لأم تعجز عن تلبية رغبات الابنة تاعها، وعليها نقيسوا ردات فعل الجزائريين. عليها النسمة والقسوة. السلام عليكم. السلام. معليش تعطيني شوية مرقاز؟ عطيني قيس 15 ميل. معليش تعطيني قيس 15 ميل الله يخليك. ايه ماما علاش تعطيني 15 ميل؟ اشينا شويه كيلو ولا طن ماناش كان نشبعوا شينا شو سكتي ما عندناش دراهم باش نشرو حنايا قيس كيلو تاع مرقاز قيس كيلو تاع معليش ما عنديش انايا باغي نشري قيس 15 ميل. قيس ما ندير كيما قال لك يا اخو عطيلها يا اخو عطيلها شحال معليش انا قلت لك قيس 15 ميل ما قلتلكش عطيني باطل معليش مادام يا اخو عطيلها كيلو يا اخو الله يخليك حبيتي مرقص شطرة ها عطيلها كيلو مرقص يا اخو ها عطيلها كيلو سبيشال ولا نورمال السلام عليكم. معليش تعطيني 15 ميل مرقاز؟ ماما دايما مرقاز دايما مرقاز. وسكتي. اش ناكل ولا نطلع دايما ما نشري لكش لاخر. خلصنا بالشجر ومشبعنا ماما وصقتي قلت لك ماشي هضرش كيما هاك تزقي صاي انا غادي نشري 15 ميل مرقاز ما تحسش تفهمي واش بيك تمشينا شويه قلت لك صقتي ما تهضرش كيما هاكك ما عنديش لو كان جا عندي نشري لك حاجه واحده اخرى عندي قيس 15 ميل نشري لك مرقاز قيس 15 ميل صاي ما تجيش تهضري كيما هاكا كان جدا حلو كان عشري كيلو
لو كان جبابك حي صح بابك دوكا راه ميت صاي لو كان جبابك حي صح بابك دوكا راه ميت صاي 10000 ما جابت 20000 ما جابت واه بصح ما عنديش انايا مش تقعد تطير وتنزل لازم تدي 50000 ولا 20000 باه حتى تكتاو لا ادب لا تربيه في الدار ماما داك اللي عندي خالتي بزاف علاه راكي ما تخلينيش نهضر ما تخلينيش نهضر يا صاي سمحي ديما قتلتك بالشر دايما هكا دايما شتيني وين شتيني انا قتلتك بالشر وين شتيني لا 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 ماشي بالك لا 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 اربعه هبلتيني واش بيك قيس كان زميل الاولى والثانيه تاعك ما زيدش خرجك معايا زيدي قسوه الام ونهرها للطفله نور خلات الناس اللي كانوا قراب يعاونوا باللي يقدروا عليه وهذا بعد ما حسوا بالحرمان اللي تعاني منه عمر تديها كاتينك اليوم مرقاز ماشي ديون دارشي ما راكوش تسمعوا واحد ما عندهاش تقعد تزيد كي نخدم كي نقبض خدمه ان شاء الله تماك وين نبدا كيما قال لك نشيل لك اللحم نشيل لك كل شيء تاع دوكا مرقاز علاش خدام 15000 مرقاز بزاف عليك علاش صحيت خليت ديال الخدمه علاش نورمال يا جا خويا ندي قيسي ما نديش ماشي بروبليم ماشي ما عندناش ما ماشي بروبليم اختنا صغيره ديال شي كامل المشكل يا خو معليش صاي يا خو شوف واش تدي معليش خويا صاحبي شوف طفله واش يحبوا يا خو شوف واش تدي والقسمه شوف طفله واش تغلب عليك معليش شوف طفله واش يحب معليش خويا معليش هاكي اختي صغيره هادي واش بها معليش ماشي تتربى واش واحد يعيش على قيسو ما بغيتش عليها اختي انا كاع خاوه نورمال واش حبيتي مرقاز شحال حبيتي مرقاز كيلو عطيها كيلو مرقاز كيلو عطيها كيلو نحوالي 15000 خويا جزاك الله خيرا بصح لازم الواحد يعيش على قيسو بلا مزيتنا اختي نورمال انا كاع خاوه هذا ما كان مرقاز ولي له شكرا صح الله يسلمك والقسمة تذوب وتغلب عليها الرحمة معليش تعطيني قيس 15000 مرقاز الله يخليك قيس 15000 مرقاز صحة ماما ماما دايما تشينا شوية مرقاز شينا كيلو ولا رطاجة ما شبعنا ياه بغيتي تعرفي تهضري قبي لارت شوفي نشري قيس ما عنديش انا بزاف دراهم باش نشري لك انا كيلو حشمي دايما تشري شوية برك ما ديري في السنين قدام الناس برك ما ديري قلت لك داك العام ما تزيديش ديريني في النش كيما هكاك دايما تشينا شوية دايما اسكتي ما ديرينيش النش ما عنديش قيس ما نشري قيس ما نشري ما عنديش عندي قيس ما نشري لو تحلق وتهب عليها 15000 حق 15000 مرقاز ما نسيتش انا ما عنديش مين نجيب لك هنايا مانيش نخدم كون جيت تخدم نشري لك كيلو نشري لك 2 كيلو ولا 3 كيلو على قلبك اش انا مو كيلو ماما قلت لك ما عنديش جامي ما شبعتي جامي ما تسمع انا اللي كاتلتك بالشر انا اللي كاتلتك بالشر قلت لك ما عنديش واش بيك احشمي لو تحلق لو نمشينا شويه دايما على كي تهضري كيما هكا على كي تعيطي على كي تعيطي على كي تعيطي باسكو شتينا دايما شويه جامي ما شبعنا جامي ماما على دايما هكا على ماما على دايما هكا على حساب ما عاد ما في الكابلاكيز واش بيك هبلتي بركي ما ديري لي في السميه قدام الناس تشوفي هيا حشمي معليش تخف لي شويه صحتي دايما ماما هاتي لها بزاف غير انا دايما هكا واش راح ندير لك صاحبتك وانا ماشي كيف احش بشوية خاصني 15000 مرقاز الله يخليك تعيش وخف لي بسكو راه الوقت تعاود شدي لك كيما هاك ما تزكيش الاولى والثانيه تاعك لا غالب ما عندكش عندي قيس انا شحال عندي قيس ما نشري قيس ما نشري 15000 مرقاز عباك لي انا بزاف في الدار على بالك لا وليتي تهضر تشبيك على الخير
لا ما كان غير معليش خويا. واش كاين واش كاين اختي غير الخير من وشا واش بيكم واش كاين من عامكم اختي ها قيس كان زميل الله يخليك ليه مخلف البركان واش ديفا لا لا غير قيس كان زميل هذا ما كان اختي ما خصك والو لا تشبه تحب نعاونو وكل لا ما ما في هذا المركز قيس على باليش انا كيلو انا عندي قيس 15 ميل ما عنديش باش نشيلها عرسه كبيره اختي نورمال العز الغالي اسمح لي يا صاح مد لها بكيلو ليها كيلو دوك انا نخلص خويا دوك انا نخلص خويا لا اختي ما ما فيش دعوه الخير بخير كيلو في كيلو جزاك الله خير يا اخي نورمال اختي جبد بالي دوك انا نخلص خويا اختلفت اشكال التضامن بين اللي خلصوا للام وبنتها وبين اللي اختاروا أنهم يعطوهم المال بلا ما يشوفهم حتى واحد لكن دافعهم كان واحد تلبية رغبات الطفلة نور يكفي كيلو من وش يكفي كيلو يخص كوالو يخيك أفرصة والله غلا غلا صح سر جزاك الله خير صحيح بلانجي يا أختي ليش بيك دعوه شيء من وش مخص كوالو تمام عاد يا روحي بسلامة دوك أنا أخلص أختي يا روحي يا خاصي بو اختي بلامزي 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 يا اختي بسلامة بسلامة خويا بسلامة اختي عايشك الله يعيشك شكرا بسلامة اختي الشيء اللي تأكدنا منه خلاصة الحلقة انه الجزائري رحيم وقلبه كبير وما رضاش على روحه يكسر خاطر طفلة في مقام اخته ولا بنته في حلقة من حلقات التجربة الاجتماعية ما تخطيش راسي بس لانه قناة في راه شوية راه صعيب والإنسان ما راش يلحق كي تشوف هاد الصوالح تولي انت تكون باغي تشري انت تبي تقاني لي كاع وانت تمدها لهاد الناس وانت تقعد هكا الوقت راه ما يرحمش ونتمنوا الخير للبلاد هذه ان شاء الله ربي سبحانه دارنا هاد الشهر باش نحسوا بالزوالي والله غالب ياخذ دوك البنادم شغل لازم يكون عنده قلب وحرم جهه الزوالي باسكو الناس يتعاني خويا العزيز فهمني خو بيبي انا يا شف انا كي دخلت شفت المراه فاهم شتا شغل مسكينه ما عندهاش دراهم فاشتا سم شغل شتا سم محتاجه شت سيد هذاك شغل خدام لا غالب عليه فاهم كش نفهمك بيبي انا اسم شغل داني قلبي فاهم جون ما نقدرش انا زعماتك شغل نشوف هاد الكا وما ندير والو فاهمني كش نفهمك يا اخو انا شغل نسيو نديروا الخير شغل قد ما نقدروا فاهم اخي العزيز ان شاء الله هكذا تعم الرحمه في المجتمع ونعيشوا كاع بيا وصحه رمضانكم وصحه فطوركم ويعطيكم الصحه وتحل قلوب وتهب عليها النسمة آه والقسوة تذوب وتغلب عليها الرحمة آه لو تحل قلوب وتهب عليها النسمة آه والقسوة تذوب